استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي. عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية لها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي في التعاون والترابط. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد مباحثات منفردة مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بالسيد أنستاسيادس في مصر، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين. كما عقدت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس بمشاركة السادة الوزراء المختصين.